لرياضة الأشخاص المعاقين تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. النسخة السادسة للملتقى الدولي لألعاب القوى مولاي الحسن واللي دخل ضمن الجائزة الكبرى لأول مرة، وهذه مفخرة للرياضة المغربية بحيث ولا أصبح من 8 الجائزات الكبرى اللي على المستوى الدولي. هذا الملتقى اللي تعرف مشاركة 400 عداء وعداءة ينتمون ل 42 دولة، ومن بين هاد المشاركين كاين أكثر من 30 عداء وعداءة أبطال بارالمبيين وأصحاب أرقام قياسية عالمية. فالحمد لله جميع الترتيبات تخدات على أساس من إنجاح هذا الملتقى اللي لأول مرة تعرف مشاركة هذا العدد لا من الرياضيين ولا من عدد الدول، وهذا إن شاء الله تنأملوا أنه باش يعرف واحد النجاح كبير في المدينة العزيزة والمدينة السياحية مراكش اللي استطعت أنها تستقطب هذه المجموعة ديال الدول اللي غتشارك في هذا الملتقى.